النحل والصقر. في صباح يوم ربيعي ذهبت النحلة زينة إلى الغابة وهي تأمل جني الكثير من الرحيق لصنع العسل المفيد، وما إن اقتربت من شجرة سدر حتى سمعت صوتا مخيفا يردد: من يتجرأ على إزعاجي بطنينه؟ توقفت النحلة وأخذت تبحث عن مصدر الصوت، وفجأة ظهر صقر كبير وقال: ابتعدي أيتها النحلة المزعجة، وإياك أن تعودي إلى هذه الغابة، فهنا أتربص بفرائسي لأنقض عليها وأمسكها بمخالبي. فزعت زينة ورجعت مسرعة إلى الخلية، وما إن وصلت حتى أخبرت الملكة بما حدث في الغابة. قلقت الملكة لما سمعت، فاجتمعت مع جميع سكان الخلية لإيجاد حل للقضية. قالت نحولة: الصقر قوي يا مولاتي، وتصعب علينا مقاومته، الحل هو أن نرحل إلى غابة أخرى. ردت صديقتها: مستحيل أن نتخلى عن خليتنا وعن الغابة الغنية بالزهور والرياحين. ابتسمت الملكة وقالت: الغابة ملك للجميع، ومن حق الجميع أن يتمتع بجمالها وبخيراتها، علينا أن نحافظ على خليتنا لا أن نخاف ونهجرها. صاحت النحلات: كيف لنا أن نواجهه ونحن صغار الحجم؟ قالت الملكة: إذا اتحدنا ستفوق قوتنا قوته، هيا لننتظم في صفوف مترصة ولننطلق على بركة الله نحو الغابة لنواجه الصقر المعتدي. أيد الجميع فكرة الملكة، وما إن أبصر الصقر حشود النحل وهي تغطي السماء وتتجه نحوه، وقد أصم طنينها الآذان حتى اقشعر بدنه واستولى عليه الرعب، ففرد جناحيه وطار عاليا. فرح الجميع بالفوز، وأدرك سكان الخلية أهمية التعاون والاتحاد في تحقيق النصر المراد.